بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال. زي ما تعودنا كل يوم حد وأربع الساعة 8 بالدقيقة بنكون معاكم لحد 9:30 عشان نتناول أهم الأخبار اللي حصلت في الألعاب الأخرى داخل جدران النادي الأهلي محليا وأيضا عالميا. حلقتنا زي ما تعودنا بتبقى نصين، النص الأول بيكون طبعا فيه معانا الأخبار اللي تهم جمهور النادي الأهلي وجمهور الرياضة طبعا عامة، وبيكون الأخبار دي حصلت على الساحة، وطبعا وبنقول وبنتناول تعليقاتنا على الأخبار دي. في النص الثاني بيبقى ضيوفنا هم الأبطال. زي ما تابعنا يوم الأربعاء اللي فات نهائي بطولة منطقة القاهرة لكرة السلة سيدات الأهلي والجزيرة، واللي فاز بيها النادي الأهلي واللي اتذاعت على شاشة قناة النادي الأهلي حصريا. تابعنا المباراة وشفنا يعني المباراة الرائعة اللي قدمها النادي الأهلي، وخلصت 77-55 وحصل بها النادي الأهلي على بطولة القاهرة للمرة الثالثة على التوالي. أبطالنا النهاردة أو بطلاتنا النهاردة هم نجوم الفريق. طبعا أنا عايز أقول إن الفرقة كلها أدت أداء كويس، الفريق حتى اللعيبة اللي ما لعبتش زي دين عمرو كابتن الفريق، دي ما لعبتش المباراة، كل اللاعبات أيضا أدوا أداء فني للعب في الملعب، واللي ما لعبش أدى أداء رائع بروحه ومؤازرته للفريق. شفنا اللعيبة المصابة كلها وهي موجودة بتأزر فرقتها عشان يكسبوا المكسب الجميل أنتوا شايفينه، أداء كان رائع. فيكون معانا ضيوفنا طبعا اللاعبه المحترفه كايلا الامريكيه في صفوف الفريق، ومعانا ايضا جانا مصطفى لاعبه الفريق، والاثنين بالمناسبه كان ليهم بصمه كبيره جدا في المباراه اللي فاتت، مش بس اللي فاتت وايضا مشوار الفريق. والفريق الحقيقه يعني بادئ بدايه كويسه، نتمنى ليه التوفيق ان شاء الله سواء في بطوله الدوري العام او الكاس او كل بطوله هتدخلها، وان شاء الله بطوله افريقيا باذن الله يدخلوها، بس ربنا يكرمنا في موضوع كورونا ده والدنيا تفتح تاني، وان شاء الله اكيد كل البطولات هيشارك فيها ابطالنا. خلينا نرجع لحلقتنا ونرجع لاخبارنا. بس الحقيقه في الاول قبل ما نرجع لاخبارنا ونقول اخبارنا، في موضوع عايز اعلق عليه. الموضوع ده يعني يهم جمهور النادي الاهلي بشكل كبير، وهو ملف اللاعبين الاجانب في النادي الاهلي. كيف يدار ملف اللاعبين الاجانب؟ خلينا نقول ان النادي الاهلي في اخر 3 4 سنين سياسته اتغيرت بشكل كبير. النادي الاهلي في اللعيبه الاجانب اصبح بيجيب لعيبه من ليفل 1. لو اللعيب اللي هيجي مش هيبقى احسن من اللعيب اللي عندي، النادي الاهلي ما بيجيبوش. طب ناخد مع بعض واحده واحده كده كل الالعاب الجماعيه ونشوف ايه اللي فيها. ناخد كره القدم مثلا، عندنا طبعا معلول، عندنا اليو ديانج، باجيو، عندنا طبعا اجاييه، كل اللعيبه دي لعيبه منتخبات. حتى شفنا في تصفيات افريقيا كل اللعيبه شاركت، حتى بدر بنون ايضا لاعب منتخب، كل اللعيبه دي شاركت مع منتخباتها او بتشارك مع منتخباتها الافريقيه. وخلينا اقول لكم انه ده بان جامد في تصفيات بطوله افريقيا اللي فاتت، كل اللعيبه دي تم استدعائها من منتخباتها، او اغلبهم كمان تم استدعائهم من منتخباتها، حتى لما تم استدعائه الفتره دي كان موجود مع منتخب بلاده الفتره السابقه. هو لعيب دولي وحتى في السي في بتاعه لعيب دولي. اذا النادي الاهلي في صفقات كره القدم كانت بشكل كبير جدا لعيبه، مش بشكل كبير، هو ده الواقع، لعيبه ليفل 1، لعيبه جايه تعمل فارق. كان زمان بنشوف يمكن السياسه كانت غير كده، ولكن السياسه تطورت، كل ده عشان يلبي طموحات جمهور النادي الاهلي. طب نروح على الباسكت. الباسكت عندنا اليكس يانج لعيب المحترف بصفوف النادي الاهلي، دي صوره على فكره بتجمع بادجي مع اليكس يانج في تراك الكوره، كانوا بيتمرنوا مع بعض. اللي على الشمال طبعا اليكس يانج لعيب المحترف. اليكس يانج لعيب كان بيلعب في جامعه كبيره جدا في امريكا، ولعب في الدوري الروسي كذا مره، وبالمناسبه الدوري الروسي من اقوى ثلاث او دوريين في اوروبا، دوري جامد جدا في كره السله. فاذا اليكس يانج وبشهاده كل الناس من احسن اللعيبه الاجانب اللي جم مصر في الفتره اللي فاتت في كره السله. هنروح على كره السله سيدات، كايلا لعبت في الدبليو ام بي اي، دبليو ام بي اللي هو وومن ام بي اي، اقوى دوري محترفين سيدات في العالم لعبت فيه. دي صوره طبعا لكايلا، على فكره كايلا خد احسن لاعب والهداف في بطوله القاهره، ارقامها مرعبه ما شاء الله، ارقامها واحصائياتها مرعبه، انا هقول لكم عليها ان شاء الله وهي معانا على الهوا، هقول لكم على الارقام الحقيقه ارقام صعبه نسمعها من لعيبه تانية. نروح على كره اليد، هنشوف كره اليد عندنا اسامه الجزيري لاعب من احسن اللعيبه التوانسه ان لم يكن احسنهم على الاطلاق في كره اليد. النادي الاهلي تعاقد معاه السنه دي، لحتى الان عامل فرق كبير جدا مع كره اليد، يمكن اقل ماتش او من الماتشات كتيره جدا يعني حط فيها 8 تجوان، وده رقم كبير جدا هجوميا في كره اليد. هنروح على كره اليد سيدات، لاول مره في التاريخ النادي الاهلي يجيب محترفه.
سندس حشانة من أحسن اللاعبات التونسيات في منتخب تونس، زي ما أسامة الجزيري لاعب منتخب تونس والترجي السابق، أيضا سندس لاعبة منتخب تونس ومن أحسن اللاعبات في تونس، وحتى الآن عاملة الفرق مينيمم 8 تجوان كل مباراة، إذن عاملة الفرق. هنروح على الكرة الطائرة، كرة الطائرة عندنا رايموند اللعيب الكندي، هو ده طبعا رايموند المحترف بصفوف الفريق الأول لكرة الطائرة رجال، لاعب منتخب كندا، لاعب منتخب كندا، لاعب دولي. نفس الكلام بالنسبة للسيدات، ناتاليا اللاعبة المحترفة في صفوف الطائرة، ودي طبعا سيدات دي صورتها، ناتاليا لاعبة منتخب البرازيل. إذا زي ما احنا بنتكلم كده، زي ما انتم شايفين، انا استعرضت معاكم بسرعة ملف اللاعبين الأجانب، هكذا يدار ملف اللاعبين الأجانب في النادي الأهلي باحترافية عالية جدا. وعايز أقول لكم إن حتى مدير التسويق في النادي الأهلي أمير توفيق بيبقى ليه دخل كبير جدا في صفقات كتير، وحتى مش بس كرة القدم، بيهتم الاستعانة بيه والتنسيق معاه من إدارة النشاط الرياضي كابتن رؤوف عبد القادر، اللي بنقول له ربنا يشفيه طبعا ويرجعه بالسلامة. إن الدنيا كلها بتدار كده، إن اللعيب الأجنبي لو مش هيجي يعمل فرق، طيب ده اللعيب الأجنبي الأجانب. اللعيبة المصريين نفس الكلام شرحه، اللعيبة المصريين لعيبة على مستوى عالي، حتى في الباسكت في اليد، أي صفقة بتيجي دلوقتي في الألعاب الجماعية أو كرة القدم صفقات من العيار التقيل. والحقيقة دي سياسة النادي الأهلي في آخر سنتين ثلاثة، وزي ما احنا شايفين الكيرف بيعلى، وده كان لنا انعكاس في النتائج الفرق الجماعية. وإن شاء الله بإذن الله نتوقع الموسم ده يبقى موسم ناجح، ويا رب يا رب نبتدي إن شاء الله، مش نبتدي يبقى يعني زي ما بيقولوا أحسن حاجة فيه إن شاء الله يوم الجمعة القادم بإذن الله، لما نتوج يا رب يا رب ببطولة أفريقيا بإذن الله. خلينا نرجع لأخبارنا ونرجع لحلقتنا. زي ما قلنا دايما بيكون اخبارنا كره اليد في الاول، كره اليد عشان خلاص الدنيا بتقرب وكاس العالم بيقرب، وطبعا كره اليد هي في الصداره. الفريق الاول طبعا بقياده الكابتن طارق محروس فاز على الاولمبي نتيجه 29-23. المباراه اتلعبت يوم الخميس اللي فات على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره، والشوط الاول كان انتهى 13-13، الماتش كان ماشي ايكوال، ولكن في النهايه او في الشوط الثاني حسمها النادي الاهلي 29-23. الأهلي متصدر المجموعة الثانية، واللي معاه فيها سبورتنج والأولمبي والمعادي وأصحاب الجياد والبنك الأهلي والزهور وبورسعيد والشمس. الأهلي كان فاز في كل ماتشاته وكسبنا كل الماتشات، احنا على المركز الأول، يجي سبورتنج بعدينا. الأهلي كده فاضل له ماتشين في مجموعته، الماتش مع البنك الأهلي يوم الثلاثاء اللي جاي والزهور يوم الأربعاء بإذن الله. طبعا ونحب نقول طبعا الحمد لله على السلامة إسلام حسن كابتن الفريق ومايستر الفريق، طبعا تم شفائه بالكامل من فيروس كورونا، كان أصيب بيه أثناء معسكره مع المنتخب في مدينة الشروق، الحقيقة رجع وانتظم في التدريبات وإن شاء الله سيشارك في الماتشات اللي جاية. ألف سلامة عليك يا إسلام. هنروح لفريق كرة اليد سيدات، كسبنا مدينة مصر 22-52-16، وكان الشوط الأول خلص 21-10، الحمد لله فرق كبير، وكده فريق السيدات بيمشي بخطة ثابتة، كابتن يحيى يوسف المدير الفني واللاعبات. 33 نقطة للفريق من 11 فوز بالعلامة الكاملة، يمكن فازنا على كل ماتشاتنا، منوف الرياضي، حلوان العام، شامبيون الرحاب، الوليد، 6 اكتوبر، الطيران، الزمالك، الجزيرة، هليوبلس، سبورتنج، مدينة نصر. طبعا كان اقوى اختبار لينا كان ماتش سبورتنج خارج ارضنا في اسكندرية، وطبعا بالطبع فاز النادي الاهلي، الحقيقة ماشيين كويس، ربنا يحميهم وان شاء الله يرجعوا تاني للمركز الاول اللي احنا متعودين عليه سنين طويلة، يمكن حاجة و30 سنة الفريق ده بيحصل على المركز الأول، إن شاء الله يرجع تاني للصدارة. هنروح لكرة السلة رجال، الكابتن أشرف توفيق زي ما أنتم عارفين بيمرن الفريق. الفريق الحقيقة فيه 4 لاعبين بيشاركوا مع منتخب مصر. عندنا طبعا حاتم وعمر طارق وعمرو الجندي، ومعانا كمان مين الرابع يا جماعة؟ وأبو النصر، وكان الخامس، هم 5 لاعبين هنقولهم لحضراتكم، ولكن طبعا بيستعد المنتخب، إيهاب أمين أنا آسف، وطبعا المنتخب بيستعد للتصفيات المنطقة الخامسة، المغرب وأوغندا والرأس الأخضر، والفرق الحقيقة بدأت توصل، والبطولة من 27-28-29 في اسكندرية، فطبعا لعيبة المنتخب مع المنتخب، اللعيبة اللي مع كابتن أشرف توفيق بيمرنهم وبيستعد بيهم، ضم مجموعة من الفريق 18 سنة و20 سنة في النادي الأهلي، عامل توليفة كويسة وبيمرن الفريق، مسافر يوم الاثنين رايح اسكندرية عشان هيلعب يوم الثلاث مع منتخب مصر هناك في اسكندرية مباراة ودية. الحقيقة كاميرا الأبطال راحت سجلت تقرير مع كابتن أشرف توفيق عشان نعرف الاستعدادات ايه، لان طبعا النادي الاهلي هيرجع على مباراتين مهمين جدا مع نادي الزمالك في دور الثمانيه في دوري المرتبط. نشوف التقرير ده وارجع لحضراتكم.
4 شهور كانوا كتير قوي على ان احنا خدنا شهر ونص منهم 3 اسابيع في الاهلي مدينه نصر بره الصاله يعني، وثلاث اسابيع في الصاله، فنتج عنه ان حصل عندنا اصابات تقيله جوه اهم جزء في الموسم، كان ليها تاثير برضو في ان احنا مش كسبنا. انما طبعا مش اكسكيوز يعني، ان فدلوقتي كان لازم نعمل فتره جديده، فكان الفتره بين الموسمين 18 يوم. في خلال ال 18 يوم دول احنا كنا بقى بنخلص عمرو الجندي وعمر طارق، وفي 4 لعيبه من عندنا ماشيين، زائد كان في 4 مصابين، فتقريبا كانش في فرقه. فتقريبا لعبنا يعني ب7-8 تمارين يعني، ولعبنا الثمان ماتشات. الحمد لله كان معظمهم ماتشات يعني متوسطه، انما كان فيهم ماتش جيش كويس طبعا، فرقه تقيله وطنطا في طنطا يعني. المهم يعني كسبنا بقى 5-6 ولاد هم في منتخب شباب برضو، كسبناهم بقوه يعني، اللي هو عبد الله ناصر، محمود وليد، مؤمن خيري، في واحد رابع كمان كويس، او مالك ياسر. الاربعه دول ادوا يعني ان شاء الله هيبقى ليهم نصيب حتى في الماتشات يعني، حتى ما نخش في الجزء المهم من السيزون. الفرقه دلوقتي لا، الحمد لله مع طبعا ستيل السلعوي لسه مش موجود، ده تقريبا بس يعني الاصابه اللي تقيله. هبقى امين خلاص راجع المنتخب، بيتمرن في المنتخب. كان في ابو النصر وبيتمرن في المنتخب. عفضيل الحمد لله هو في الملعب، سيف في الملعب. لا الدنيا طبعا اتحسنت كتير، بس هو في 6 كانوا 5 في المنتخب الكبير، ودي حاجه كويسه جدا. احنا عندنا مشكله بوزيشن 4، احنا بنجيب اجنبي. دي كانت موجوده في النادي بقالها كتير. النهارده احنا عندنا بنحول عبد الله ناصر من 5-4 وناجح جدا فيها. عندنا ملك ياسر، ولدين واحد عنده 17 سنه، الاثنين 17 سنه. خلاص انت لو يعني اللي بعد كده ما عندوش مشكله في الاربعات، ممكن نجيب بقى بوزيشن 1. اوكي، فدي اصلا اضافه كبيره جدا، وصراحه عملها يعني كسر الاصابات، خلتنا دفعنا بالولاد دي بدري، وظهروا كويس كمان، ظهروا كويس جدا. وحتى فرقه الدرجه الاولى متوسط الاعمار صغير يعني، حتى اكبر اثنين عندنا اللي هم الناس بتقول لهم 37 سنه، هم 32 سنه في عزهم يعني، الجمال ومودي الجرحي، دول 32 سنه، دول بس الاثنين الكبار. انما لا يعني كل مصر الناس اللي بتفهم، لا الباسكت في النادي الاهلي في الفيوتشر يعني هيسبق كتير يعني، تقدر نقدر نكسب 5-6 سنين ورا بعض. اي مدرب في كاريره بعد 30 سنه بتاع بيبقى اللي فاضل له 2-5 بالكتير، فبيبقى عايز اخر 5 سنين في عمره دول يتوج بيهم تاريخه رقم واحد. غير بقى ان احنا بقى يعني مولدين في النادي الاهلي، فيعني بنتمنى ان احنا لرب ان شاء الله. ده كان لقاء كاميرا الابطال مع كابتن اشرف توفيق. خلينا بس اقول معلومات صغيره. كابتن اشرف توفيق هو المدرب المصري دخل الباسكت البول حديث مصر في اوائل الالفينات واواخر التسعينات، ومع يعني الفتره دي، وده مش برايي انا، براي الجميع يعني، كابتن اشرف توفيق هو اللي دخل الباسكت الحديث مصر. كابتن اشرف توفيق زي ما انتم شفتوا في التقرير دايما بص على مستقبل الباسكت في النادي الاهلي، بدا يبص ما قلت لكم زي ما بيحصل مع كابتن طارق محروس، على طول بص على فريق 20 سنه و 18 سنه عشان ياخد منهم يدعم الفريق الاول. اذا في مستقبل النادي الاهلي الحمد لله في الالعاب. انا شايف ان احنا ماشيين بخطه كويسه جدا، الثلاث فرق درجه اولى و20 و18 الحمد لله في كل الالعاب كويسين جدا، وفي اخبار معانا حتى في الطايره للسن ده. طيب بس قبل ما اروح للخبر الثاني، بنحب نقول طبعا لالف سلامه لابراهيم الجمال، حاتم البحيري، سيف سمير، الثلاث لاعبين الفريق الاول لكره السله اصابتهم بفيروس كورونا. الحمد لله يمكن حاتم كان اول واحد اصيب، وان شاء الله يعني بيتعافى سريعا، وابراهيم الجمال بعديه، سيف سمير لسه امبارح او النهارده. الف سلامه، الموضوع بجد لازم اللعيبه تاخد بالها. مش معنى ان انا رياضي وصحتي كويسه وبتاع المرض ما يجيليش، لا يجيلك، خلي بالك و حاول تاخد احتياطاتك، واصبح المرض واقع في حياتنا ولازم نتعامل معاه ونخلي بالنا عشان ما يتمش استبعادي من وراه، مهمه لفرقتي. الف مليون سلامه لكل اللاعبين واللاعبات. طيب هنروح لكره السله. اتحاد كره السله الاسبوع اللي فات عمل قرعه كاس مصر للرجال والسيدات. طبعا احنا طلعنا او وصيف كاس مصر كنا في الفاينل مع نادي الاتحاد، ونفس الكلام في السوبر كنا الوصيف مع نادي الاتحاد. طبعا القرعه جنبت الرجال ان هم يلعبوا في دور 32 سواء احنا او نادي الاتحاد،
ولكن نادي الاهلي الدور 16 هيلعب ان شاء الله مع الكازمان من الشرقيه الدخان والترام. يمكن دي القرعه طبعا اللي معموله، ويمكن في حاجات تانية برضو حبينا نزودها لحضراتكم. طبعا الاهلي والزمالك، الاهلي والاتحاد هيلعبوا ماتش السوبر يوم 8 يناير. ماتش السوبر بتاع السنه اللي فاتت هيتلعب ان شاء الله يوم 8 يناير، ده للرجال. وايضا السيدات هليوبلس والاهلي هيتلعب يوم 8 يناير. الماتشين هيتلعبوا يوم 8 يناير. نتمنى التوفيق طبعا، بطوله مهمه جدا، هتلعب بالقوائم الجديده اكيد طبعا اللي تم والصفقات الجديده، فاتصور ان شاء الله انها هتبقى يعني لقاءين جامدين جدا. والاهلي والزمالك في دور الثمانيه في دوري المرتبط هتلعب يوم 17 ويوم 19 ديسمبر القادم، وهيبقى على ارض محايده. يعني عشان كده انا بقول لكم فريق الباسكت راجع على اشتراكات قويه جدا. هنروح نفس الكلام للسيدات. السيدات هتلعب في دور ال 16 مع نادي الجزيره، يمكن ماتش جامد جاي بدري شويه. وبعد كده لو طلعنا ان شاء الله دور الثمانيه باذن الله هنلعب مع الفائز من مدينه نصر والسكه الحديد. انا عايز اقول لكم ان دايما الاتحاد السله بيعمل بروتوكول ده، بيجي مندوب من الانديه يحضر القرعه، ويكون مجلس اداره الاتحاد ولجنه المسابقات حاضره. طبعا كل التوفيق لفريق الرجال والسيدات ان هم طبعا يعني يكتسحوا الميركاتو السنه دي، او يكتسحوا البطولات كلها بعد الميركاتو الجامد اللي اتعمل والصفقات الكبيره اللي قلنا عليها في اول الحلقه. طيب هنروح لفريق الشباب 19 سنه للكره الطائره، يمكن بقياده الكابتن حسام شعراوي، فازوا على نادي مدينه نصر، اسف نادي طلائع الجيش في بطوله القاهره لشباب الطائره 3-0. المباراه اتلعبت على صاله الشهداء او الصاله الصغيره في طبعا النادي الاهلي بالجزيره. فرقتنا كده كسبت الطيران 3-2، وكسبت وادي دجله 3-0، وكسبت 3-0 ايضا نادي الشمس، وكسبت تاني الشمس، و النهارده كان عندهم ماتش مع مصر البترول وايضا فازوا 3-0. الحقيقه الفريق ماشي كويس، والفرقه دي مهمه جدا جدا ان احنا نبص عليها زي ما قلت لكم دايما بنمد ايدينا. يمكن الطايره ما عندهاش المشكله دي، لان الطايره فريق الدرجه الاولى، فريق قوي جدا جدا جدا، وعنده ما شاء الله تخمه من اللاعبين الجيدين. كده تكون انتهت اخبارنا داخل جدران نادي الاهلي. اطلع لفاصل وارجع لحضراتكم، ابقوا معنا. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين معاكم اخبارنا المحليه. اخبارنا هتبتدي من اتحاد كره السله. اتحاد كره السله بيدرس التقدم لطلب استضافه كاس العالم تحت 19 سنه. انتوا عارفين عشان تتقدم تطلب بكاس عالم من الاتحاد الدولي لازم يبقى عندك ملف كامل. الملف ده انت بتعده في كل صغيره وكبيره حسب المتطلبات للاتحاد الدولي. بتقدم الملف ده بتخش منافسه مع كذا دوله. الكاس العالم ده هيتلعب في صيف 2021. افكركم احنا استضفنا كاس العالم ده سنه 2017، وكان افتتحه السيد الرئيس. الحقيقه حضرته في الملعب، وكان يعني منظر جميل جدا، وجات فرق كبيره. بالمناسبه في لعيبه كبار دلوقتي اصبحوا كبار في فرقهم، شاركوا مع منتخباتهم في 2017. ان شاء الله نتمنى التوفيق لاتحاد السله في استضافه كاس العالم. هنروح ليه طبعا خبر جديد. هدايه ملاك لعبه التايكوندو الاولمبيه بتاعتنا اصيبت بفيروس كورونا. ألف سلامة هداية، إن شاء الله تخفي وترجعي بألف سلامة. أنا بس اللي ما يعرفش هداية طبعا لعيبة منتخب مصر حققت الميدالية البرونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو، وهي واحدة من أربع لاعبين يتأهلوا لأولمبياد طوكيو السنة الجاية. وهداية طبعا هتخضع لعزل منزلي لمدة أسبوعين، وهتتناول فيه البروتوكول المعتمد من وزارة الصحة. ألف مليون سلامة. زي ما احنا بنقول الفيروس قريب جدا من اللعيبة، كل واحد لازم ياخد باله. يمكن اللعيب اكتر بيتعرضوا عشان السفر والاحتكاكات والكلام ده كله، ولكن لابد من اخذ في الاعتبار كل الاجراءات الاحترازيه. هنروح للمصارعه. 13 لاعب بيشاركوا في معسكر فريق المصارعه استعدادا لبطوله العالم هتلعب في صربيا من الفتره من 12 ل 18 ديسمبر. الحقيقه في 13 لاعب هم هيثم فهمي وزن 60 كيلو، محمد ابراهيم كيشو وزن 67، ابو حليمه وزن 72، محمود خالد وزن 77، محمد مصطفى 87، محمد علي جبر وزن 97، عبد اللطيف منيع وزن 130 كيلو جرام. والمصارعه الحره معانا عمرو رضوان وزن 75، وخالد مسعود في وزن 97، ضياء جوده وزن 125. ولو رحنا للمصارعه النسائيه هنلاقي في ثلاث لاعبات، ندى مندي وايمان عصام وسمر حمزه. كل التوفيق للمصارعه. المصارعه ورفع الاثقال هم اكتر اتحادين بيحط عليهم او بتحط عليهم اللجنه الاولمبيه المصريه اعتماد كبير او امل كبير في الحصول على ميداليات اولمبيه. وهو التاريخ الاولمبي مع الاتحادين دول او مع اللعبتين دول الحقيقه اغلب الميداليات داخله من خلالهم. فالحقيقه كنا محتاجين نحط الضوء على المصارعه، لانه الحقيقه لعبه مهمه جدا اولمبيا، ونتمنى التوفيق في بطوله العالم القادمه طبعا للمصارعين.
الحقيقه حصل احداث برضو متعلقه بالمصارعه، احداث للاسف مؤسفه، حصل خناق على باب المركز الاولمبي للمعادي. اللجنه الاولمبيه وطبعا مذكره لجنه القيم واللي اقرت شويه عقوبات الحقيقه صعبه شويه على او رادعه شويه للمشكله اللي حصلت. خناقه حصلت قدام باب المركز الاولمبي للمعادي، كان بين سمر حمزه لاعيبه المنتخب وللاسف اتعورت في الخناقه دي، وكانت مع مدرب او الطرف الثاني كان مدرب المنتخب النسائي كابتن ممدوح فرج واولاده يعني. والعقوبات كانت كالاتي: تغريم اللاعبه سمر حمزه 50,000 جنيه، ايقاف ممدوح فرج مدرب المصارعه النسائيه لمده عامين وتغريمه 30,000 جنيه، ايقاف احمد ممدوح فرج لمده عام وتغريمه 20,000 جنيه، شطب اللاعب اسلام ممدوح فرج من سجلات المصارعه. وكمان لجنه القيم وجهت اللوم للاتحاد نفسه انه وصل الامور لكده، كانت لازم الدنيا ايه تتلم. نتمنى طبعا ان الامور تبقى هاديه، خاصه زي ما قلنا المصارعه عندهم بطوله العالم جايه، كل التوفيق طبعا للمصارعه. طيب هنروح لاخبارنا العالميه. الحقيقه عندنا اخبار تخص الام بي اي، يمكن الناس كلها بتتكلم على عقود اللاعبين في الكوره. طب خدوا الخبرين دول اسمعوا وشوفوا العقود في كره السله في امريكا عامله ازاي. رابتورز اللي اخذ الدوري الام بي اي السنه اللي قبل اللي فاتت ووصل البلاي اوفس وعمل ماتشات كويسه، جدد مع فريد فانفليت، جدد معاه عقد باربع سنين ب 85 مليون دولار. خلي بالكم طبعا فريد كان ليه دور كبير جدا، دي صورته فريد فانفليت، كان ليه دور كبير في حصول الفريق على الام بي اي، والسنه اللي فاتت يؤدي الاداء ده كويس. هو يمكن السنه اللي فاتت ما كسبوش، كان طبعا كواي اتنقل عندهم احسن لعيب فده لعب لوحده. فانفليت الحقيقه عمل يعني حقيقه موسمين كويسين اهلوه يتعمل 85 مع عقد اربع سنين 85 مليون دولار. خلي بالكم المبلغ ده البيزك الاساس الراتب، انما كل ما بيتالق بيعمل يعني بيبقى فيه بونص بياخده، كمان الاعلانات بيبقى فيها بونص. يعني ال 85 مليون دولار دول زي ما بيقولوا ايه الاساسي بتاع مرتبه، انما الموضوع ممكن يوصل يعدي ال 100 وال 120 بالاعلانات والبونص والكلام ده كله. طيب نروح لخبر تاني. هايورد لعيب كان مهم جدا وكان بيلعب في فريق اورنتس، وكان كان معاهم جددوا معاه عقد لمده اربع سنين ب 120 مليون دولار، من اعلى العقود في الام بي اي دلوقتي. الحقيقه يعني جوردون هاورد لاعب مهم جدا، سكاوتنج الارقام بتاعته عاليه. خليني اقول لكم ان الارقام دي ما تتدفعش كده عشان ده لعيب جماهيري او لعيب احنا بنحبه، لا خالص. الارقام دي بتدفع في الام بي اي زي ما انتم شايفين، مقومات جسمانيه ما شاء الله عليها. الحاجه الثانيه الارقام، الارقام ما بتكذبش، كل صغيره وكبيره بيتم عدها على اللاعبين، وده اللي بيحاول يعمله دلوقتي اتحاد السله، واتمنى كل الاتحادات تكون كده. لازم يكون في ارقام دقيقه للاعبينا عشان لما نتكلم في لعيبه في عقود معينه نشوف اللاعب ده يستحق ولا لا. في مدربين زي النادي الاهلي زي كابتن اشرف توفيق هو اللي بيعمل سكاوتنج ده لنفسه، ولكن مهم جدا كاتحاد يبقى عندنا هذه الارقام، والارقام دي محطوطه على الويب سايت لاي حد في العالم يقدر يتابع سير الدوري المصري. العلم هو اللي بيتكلم، الارقام هي اللي بتتكلم، بعد ما الارقام تتكلم الفلوس تتكلم. مفيش حاجه بتيجي محمد صلاح في 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 طبعا في ليفربول مش بيدفع فيه الارقام دي عشان هو محبوب او لا لا خالص، الموضوع ارقام بتترجم لنتائج. تعالى يا باشا خد فلوسك. هنروح للتنس الارضي. الحقيقه كان عندنا مفاجاتين كبار الحقيقه، يعني انا محتار جامد قوي في نادال وطبعا نوفاك، الاثنين الحقيقه عاملين نتائج وحشه بقالهم فتره بالرغم ان هم ابطال العالم. الروسي دانيال فاز على رافائيل نادال في البطوله الختاميه اللي بتتعمل في لندن، خلص بنتيجه مجموعتين لمجموعه. الحقيقه خروج نادال الحقيقه فاجئني، واضح ان دانييل اللعيب الروسي ماشي بخطوات ثابته، واضح ان البساط بيتسحب من تحت نوفاك ومن تحت دانييل. خليني اقول لكم انه التنس الارضي متابع وبقى في استثمارات جامده جدا وبقت نتائج عاليه جدا 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 في نسب المشاهده. Game and finish.
الحقيقة عشاق نادال عندهم مشكلة الحقيقة، يعني النتائج بتتهز. هو لسه هو ونوفاك على التصنيف العالمي متصدرين، ولكن بالنتائج دي بدأ أتصور أنه بعد فترة تصنيفهم هيقل. هنروح ليه طبعا نوفاك، اللاعب الصربي نوفاك دوكوفيتش خسر طبعا من دومينيك تيم. خليكم فاكرين الاسم ده، دومينيك لعب 13 مرة مع نوفاك، ده كسب 5 وخسر الباقي. طبعا يعني بدأ يعني دومينيك ياخد برضه البساط من تحت نوفاك. دومينيك هيلعب الفاينل مع دانيال اللي احنا شفناه في التقرير اللي قبل كده. الحقيقه هتبقى لقاء او نهائي قوي جدا. دومينيك مش مصدق الحقيقه، وعشاق نوفاك مش مصدقين الحقيقه. كده تكون اخبارنا كلها خلصت. هنطلع لفاصل عشان نستقبل بطلاتنا، بطلات كره السله سيدات كايلا وجنة مصطفى، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه احب ارحب طبعا بضيفتنا كيلا، اللاعبه الامريكيه المحترفه طبعا بصفوف الفريق الاول لكره السله. كيلا اهلا بيكي. هلو، وسهلا. مبسوطين انت في قناه النادي الاهلي ويعني وسعداء بك. Likewise. من جهتي ايضا. طيب جنة مصطفى لعبة الفريق، برحب بيكي، اهلا بيكي، نورتي طبعا قناه النادي الاهلي، بقول لك الف مبروك. الله يبارك في حضرتك، ميرسي. خلينا نبتدي بلقائنا، يمكن هبتدي الاول بكيلا. كيلا يعني في البدايه كلمينا عن بداياتك، ازاي بدات في كره السله وازاي تحولت من الهوايه للاحتراف؟ It was good. نعم، كان الأمر بالنسبة لي أمر سعيد، لأن هنا يعني أنا أول سنة لي في مصر، ولكن أربع أعوام السابقة لعبت في كوريا الجنوبية إن لم أخطئ الترجمة، والآن أنا وإن كنت غيرت مدربين كثيرين، ولكن أنا هنا في مصر حاسة بسعادة لوجودي بينكم. طيب يعني كيلا، يعني إيه أبرز محطات الاحتراف بتاعتك في مشوارك في كرة السلة؟ When I played in South Korea, I won the championship over there. I got MVP. Championship. ولعب للNBA. وكذلك أيام اللعب لفريق الجامعة. وحصولنا على الألقاب منذ بداية التاريخ الرياضي، وهذا هو أمري كله. كيلا يمكن طيب خليني أسألك، يعني إزاي سمعت عن النادي الأهلي؟ من خلال مدير اعمالي، كانت اول مره سمعت عن الاهلي. هل عملت سيرش مثلا على الانترنت او حاجه زي كده عشان تعرفي عن النادي الاهلي والميدل ايست؟ Yes, of course. نعم طبعا، منذ ان ابلغني دخلت على الانترنت وبحثت عن الفريق وعن اللاعبين، طرق لعبهم حاولت مشاهدتها، مدرب بالطبع حتى اعرف ماذا علي ان يعني ما هي ايضا الثقافه وطريقه اللبس في مصر، ولكن كان اهتمامي الاول هو باللعبه وبالرياضه. قمت بالبحث وبمراقبه الماتشات واسلوب المدرب في اداره المباراه وهكذا. جود لك، يعني ان شاء الله توفقي في القادم ان شاء الله. طيب جنى اجيلك، يعني في الحوار، يمكن المباراه اللي فاتت اتالقتي بشكل كبير، واحنا حتى اشدنا في الاستوديو التحليلي هنا، كنت في ليكي دور مهم جدا دفاعا وهجوما خاصه في الريباوند. انت من اللاعبات اللي روحها عالي جدا جدا، كلميني عن مباراه الجزيره، يمكن كانت مباراه مهمه وحصل هزه في الاول كده، بس الثالث والرابع كنا تمام.
بص يعني هو احنا ماتش الجزيره ده هو كان فاينل بالنسبه لنا كده كده، واحنا كنا قبليها لسه بنبوند مع بعض ان احنا بنحاول نقرب من بعض ونعرف بعض، ان احنا فرقه يعتبر جديده، فحاولنا يعني حصل لنا كذا دروب في الاول، بس الناس كانت دايما بتشوف ان ايه ده دول خسروا دول، لا لا هو احنا لسه بنبوند بنعرف بعض بنلعب مع بعض عشان ناخد على بعض عشان يلاقوا اللي هم متوقعينه. فكان بقى عايزين احنا بقى لنا حبه كنا اوف يعني كان بنتمرن وكده، فكنا عايزين بقى نوري الناس ان احنا ابتدينا نبقى فرقه تانية اللي هم مستنيينها، فكنا عايزين نعمل ده. فالماتش يمكن كان اول في الاول كان يعني كان مأزم شويه، او مش كان مأزم، هم كانوا برضو بيلعبوا حلو قوي واحنا كنا اوف سنه، بس بقى فوقنا اللي هو يا جماعه يلا يلا مش هينفع، احنا تحت ضغط وبريشر مش طبيعي، بس اللي هو لا يا جماعه احنا لازم نوري الناس بقى لعبنا. فقبلنا فوقنا طبعا تحولنا، ابتدينا بقى البريشر يروح وابتدينا نلعب لعبنا ونلعب مع بعض، فدي طبعا فرقت يعني، هي كانت دي اهم حاجه. طب قولي لي يا جنة، انت ما بتزعليش؟ انا هكلمك بصراحه يعني اتكلم بوضوح، ما بتزعليش لما يقولوا مثلا جنة ما بتجيبش سكور، جنة مش عارف ايه؟ بالرغم ان انا شايف، انا واحد من الناس شايف ان انت ليكي دور مهم جدا في الملعب دفاعا وهجوما وريباوند ونقل ترانزيشن من الدفاع للهجوم والرد من الهجوم للدفاع ايضا، يعني انت ما بتزعليش من الكلام ده؟ لا اكيد بتضايق، بس ببقى عايزه يعني انا ليا بارت في الملعب، مش ان انا احط يعني كل واحد ليه بارت، احنا بنكمل بعض. صح. فيمكن الناس مش بتشوف ده، بتشوف اللي مثلا بيحط سكور بس، بس لا هو احنا انا مهمتي انزل ان انا اعمل ديفنس، امسك حد مثلا كي بلاير واعمل ريباوند وبس، واساعد واساعد بقى اللي بيحط باسكت، يعني هي لازم اساعدها، افضي مثلا كي، افضي سوريا، هم سكورر لازم اساعدهم افضيهم، وانا مهمتي ان انا بقى ادافع كويس قوي على السكورر بتوعهم، فاحنا بنكمل بعض. بس يعني مفيش حد هينزل يبقوا الخمسه سكورر، لان مش هيبقى فيه، ما اعتقدش ان لو خمسه بيطلعوا كل حاجه عندهم في الاتاك هيقدروا يطلعوا في الديفنس. صحيح. فلازم يبقى فيه بالانس. صح. فهو بس الناس مش بتبقى شايفه البالانس ده، ان ده في الملعب عشان بيعمل ديفنس ودول في الملعب عشان يعملوا اتاك، وان هم لازم يريحوا شويه في الديفنس، فانا كفر عليهم ونمشيها سوا، وانا اريحه في الاتاك واساعدهم ان هم يحطوا الباسكت. صحيح. انا عاجبني كده، انا عارف الرد وعارف كل ده، بس لازم الناس تسمعه منك. طب جالنا كيلا، احنا كنا عملنا تقرير عن الفرقه والصفقات، خلينا نشوف التقرير ده مع حضراتكم ونرجع تاني. صفقات قوية تدعم سيدات سلة الأهلي بهدف الهيمنة على البطولات المحلية والقارية. إعادة بناء فريق قادر على مواصلة التربع على قمة كرة السلة المصرية وصناعة المجد في القارة السمراء، بما يتناسب مع تطلعات أعضاء النادي الأهلي وجماهيره في مصر وخارجها، هدف وضعته إدارة النشاط الرياضي للموسم الجديد، وذلك رغم النتائج المتميزة التي حققتها ملكات النادي الأهلي في كرة السلة الموسم المنقضي، عندما نجحنا في التتويج ببطولة دور المرتبط ودور السوبر، بالإضافة إلى الإنجاز التاريخي والغير مسبوق بحصد أول ميدالية قارية لكرة السلة النسائية المصرية، عندما نجحنا في تحقيق الميدالية البرونزية للبطولة الإفريقية لكرة السلة والتي أقيمت بالقاهرة. لتقوم إدارة النشاط الرياضي بقيادة الكابتن رؤوف عبد القادر بدعم سيدات سلة الأهلي بأبرز العناصر في مختلف المراكز وفق رؤية الجهاز الفني، من أجل مواصلة مسيرة الانتصارات المحلية والتحليق عاليا في سماء القارة السمراء. البداية كانت بالتعاقد مع سلوى هارون من الزهور ورنا نبيل من سبورتينج وثنائي هليوبلس نهى شتا وفريدة وائل، قبل أن يتعاقد الفريق مع المتميزة مي حلوة قادمة من صفوف سبورتينج، لتستمر رحلة الدعم للفريق بالتعاقد مع بنت النادي نادين السلعاوي بعد رحلة متميزة قضتها في دوري الجامعات الأمريكي، قدمت خلالها مستوى أكثر من رائع، وكانت سفيرة فوق العادة لكرة السلة المصرية بشكل عام وسلة النادي الأهلي بشكل خاص، لتأتي آخر التدعيمات للموسم الجديد بصفقة من العيار الثقيل بالتعاقد مع الأمريكية كايلا ثورنتون البالغة من العمر 28 عاما ويصل طولها إلى 1.85 متر. وسبق لكايلا اللعب في الـ WNBA للدفاع عن ألوان قميص فريق دالاس وينجز الأمريكي،
لتبدأ اللاعبة مسيرتها في صفوف الفريق الأول لسيدات سلة الأهلي هذا الموسم، والمشاركة في رحلة الدفاع عن لقب دور مرتبط ودور السوبر. ويراهن الجميع على قدرات هذه التوليفة في صناعة مجد جديد لكرة السلة النسائية المصرية وكرة السلة في النادي الأهلي في الذهاب إلى منصات التتويج القارية في ظل تواجد هذه الكوكبة من النجمات البارزات. ويبقى عامل الانسجام والتفاهم بين العناصر الجديدة وعنصر الخبرة داخل صفوف ملكات السلة المصرية يبقى التحدي الأبرز للجهاز الفني بقيادة علي هاشم، خصوصا في ظل الدعم المادي والمعنوي الذي يقدمه مجلس إدارة القلعة الحمراء من خلال إدارة النشاط الرياضي في النادي لطرق أبواب المجد على الصعيد القاري في الفترة المقبلة. اهلا بحضراتكم من جديد، والتقرير ده كان عن الصفقات، وشفنا قد ايه الصفقات النادي الاهلي بيختار لعيبه من طراز معين. يمكن اروح لكيلا، يعني ازاي بدات المفاوضات كيلا معاكي، وامتى قررتي ان انت تيجي النادي الاهلي؟ نعم، كل شيء كان من خلال مدير أعمالي، وبالتالي حين أبلغني أن هناك عرض في مصر وسألني إذا كنت مهتم، كان الأمر يعني تطلب مني الأمر بعض الدقائق لأني كنت ألعب في ساوث أفريكا في ساوث كوريا، وبالتالي كان علي أن أنتقل إلى دولة أخرى، وبالتالي كانت المفاوضات هي يعني أنا لا أحب التغيير بطبعي، نعم أرغب في الاستقرار، وبالتالي اتخذ الأمر مني بعض الوقت. ولكن حين كلموني عن كم ان الثقافة هنا ثقافة منفتحة وأرض مصر وما تمثله لي، يعني وكذلك الجانب الديني من يعني تاريخ مصر ورحلة العائلة المقدسة، وبالتالي قلت لمدير أعمالي لم لا، دعني أحاول وسوف نرى، وها أنا الآن بين صفوف الفريق. طب يعني باباك ومامتك او يعني طبعا عيلتك قالوا لك ايه لما عرفوا عقد النادي الاهلي؟ honestly أول ما قالوا لي يعني كانوا في بادئ الأمر خائفين بعض الشيء، لأننا حين نتحدث عن مصر نتحدث عن الأمن والأمان، وأنا شخصيا يعني كنا نسمع عن أن المباني قديمة وهناك يعني مدينة قديمة، ولكن حين أتيت إلى مصر وجدت الوضع مختلف، وأن مصر هي مدينة القاهرة على الأقل هي مدينة متطورة، حين نظرت إلى الأمر من مستويات مختلفة أو من نقاط مختلفة وجدت كم أن الانتقال إلى مصر كان جميل ومحببا إلى قلبي وزملائي وطريقة التعامل والأسلوب المصريين وانفتاحهم. طيب خلينا نروح لجنة قبل ماتش الجزيرة. كابتن علي هاشم قلنا كواليس بقى قاعد معاكم، سألكوا ايه، قال لكم ايه، دورك ايه، دوركم ايه، ايه اللي حصل في الكواليس قبل الماتش؟ انتوا كنتوا واضح ان انتوا قلقانين من المباراه. احنا كنا قبليها بنلعب سيمي فاينل مع هليوبلس، لعبنا ماتش كنا خسرناه، بعدين لعبنا ماتش تاني كسبنا كتير، فهو بس كان قلقان، قال لنا انا مش بخاف، يعني انا مش خايف من الفرقه اللي قصادي، انا خايف منكم انتوا، يعني هو دايما بيقولها لنا، يعني هو على طول بيقول انا خايف، انا ما عارف، ايوه انا مش خايف منهم، انا خايف من كنتوا تبقوا في داي، ايوه اللي هو انا عايزكم بس ما تخافوش، تلعبوا بوند، العبوا زي ما لعبنا ماتش الهليوبلس الثاني والاولاني، احنا كملنا من اول كوارتر الرابع والاكسترا تايم لعبنا حلو قوي، انا عايز بقى اشوف ده يعني من الاول وما تخافوش كده كده، يعني احنا انت عارف ان احنا فرقه الجزيره ساعات بنعصلك معاها، فقال مش عايز عصلاجه، ايوه بالظبط، فهو مش قال مش عايز العصلاجه اللي بتحصل لكم كده، يعني هم واحنا بنيجي يمكن هادين شويه في ماتشهم بزياده بنبقى واثقين سنه، فهم بييجوا بقى يروحوا فجاه شادين، لا يا جماعه الماتش نركز، فقال من الاول نركز، مش عايز بقى ثقه زياده، مش عايز بريشر، برضو عايز تلعبوا لعبكم وتوروا الناس يعني احنا بنتمرن وبنعمل ايه في الفرقه الجديده اللي احنا بنبنيها، ونقدر نوري الناس ان احنا السيزون ده هيبقى شكلنا عامل ازاي. طب جنة لما عرفتوا ان قناه الاهلي هتذيع المباراه، يعني عرفتوا طبعا يوميها الصبح، احنا كنا أيوه. مش قايلين،
طب انتوا عرفتوا هل ده حط عليكم بريشر اكتر؟ هل ده حب ان انتوا لان هيبقى في تغطيه كبيره اعلاميه، هل ده حط عليكم ضغط ولا لان الكواليس دي تهمنا احنا كاعلاميين؟ لا طبعا ما حطتش علينا بريشر، بس بالعكس ده هي كانت معانا، يعني هي كانت اللي هو لا يا جماعه دول جايين بصوا عشان نحتفل، عشان يعني الناس هتتفرج علينا، توري الناس لعبنا. يعني بالعكس احنا يمكن اما ماتشات بتتزعلنا بنبتدي اللي هو لا احنا لازم نفرج الناس على لعبنا، نفرج الناس احنا ازاي بنلعب ونوريهم باسكت يبسطوا ويبقوا عايزين يتفرجوا عليه. يعني يعني انت افهم من كلامك ان اذاعه قناه النادي الاهلي للمباراه كان بوزيتيف؟ طبعا. حاجه بوزيتيف يعني نيجاتيف ليهم هم. اقول لك على حاجه، انا ساعات ببقى الان نبقى علينا بريشر سنه عشان كده ما بحبش اقول بدري ما بحبش كده. يعني هي بالعكس بتبسطنا اللي هو يا جماعه الناس مهتمين بينا وان احنا لازم نفرجهم على، يعني بناخد زي موتيفيشن كده اللي هو يا جماعه تشجيع شويه ان احنا نفرج الناس علينا واللي بيتفرجوا علينا ان احنا عاملين ازاي ويحسوا انهم على طول عايزين يتفرجوا علينا. صحيح يعني صحيح خليهم صحيح نشدهم لينا. صحيح. وانتوا كنتوا على قد المسؤوليه وكنتوا 12 راجل في ملعب يا جنب طبعا. طب كيلا، يعني انا هجيلك، يمكن ايه تعليمات الجهاز الفني اول ما بدات تتمرني مع الفريق وطلبوا منك ايه، وخاصه قبل المباراه الاخيره ماتش الجزيره؟ They just told me to play. قالوا لي فقط ان العب. You know, our first game, يعني كانت مباراتي الاولى في مصر يعني وإن كان الفريق خسر المباراة التي قبلها، ولكن كان علي أيضا أن أتعامل وأتعلم من خلال مباراتي الأولى أن هناك علاقات بين الأفراد على أرض الملعب وعلينا أن نعرف بعضنا البعض وإمكانياتنا، وبالتالي من خلال التعرف على البنات وعرفت طريقة لعبهم، عرفت جارنا بتلعب إزاي بتاخد الكرة، إزاي بندي البعض. وفي الماتش الثاني ابتدينا نشوف، يعني بالتالي كلنا ابتدينا نشوف الفرق. ومن هنا يعني أنا كنت بعمل اللي عليا، يعني كنت واصبين مايسك، كنت نفسي، ومن خلال النقاط الصغيرة كنت بحاول اقدم افضل ما لدي. ما اعتقد ان انا وجانا دلوقتي بقينا بينا اتصال وطريقه لعب مشترك، وابتدينا نتداخل كلنا مع بعض كفريق كوحده واحده. كيلا، يمكن برضو يور ستات يعني احصائياتك كويسه جدا، وانت حريصه تشوفي ارقامك بعد المباريات، ولا احنا مهتمين جدا نشوف ده؟ هل انت برضو بتتابعي احصائياتك نفسك وبتقيمي نفسك بعد كل مباراه ولا لا؟ I don't look at stats. انا عامه لا انظر الى الاحصائيات الاستاتيكيه وكم الاجوال، ولكن انا اهتمامي الاول هو ان نكسب. ان هدفي ان اجلب لفريقي كل ما يمكنني ان اعمله، وكيفيه تحسين وتطوير ادائي هو ما هو نقطه اهتمامي. ادائي ليس ككيلة ولكن كفريق ككل، كاهداف جزء من الفريق. طيب جانا هجيلك وعايزين نتكلم في موضوع الروح والسبيريت بتاعت الفرقه والمصابين، بس خليني اطلع لفاصل واجيلك تاني. اعزائي المشاهدين تابعونا، عندنا كلام نقوله كتير مع نجماتنا، نجمات كره السله بالنادي الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد، ومكملين حوارنا مع كيلا نجمه الفريق وايضا جانا مصطفى. جانا، يمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الروح والاصابات وازاي عوضتوا الاصابات دي بالروح، وشفنا على البنش خاصه في الشوط الثالث والرابع كان في سبيريت عاليه جدا. بتعملوا ايه عشان تعوضوا النقص ده؟ بتقولوا ايه لبعضكم؟ يعني هو احنا خلي بالك احنا القدام متربيين في النادي، متربيين يعني، فبالنسبه لنا على طول موجودين فينا السبيريت بتاعت النادي، واول ما نلعب حلو بقى تلاقينا كلنا بنتنطط وتلاقي البنش فوق بعضه. صحيح. فهي الجديده ان بجد هم كل الناس الجديده اللي جايه علينا، يعني كل الصفقات اللي جت حتى هي معانا، هي عندها سبيريت وكلهم عندهم سبيريت بجد، جايين بسبيريت رهيبه. يعني هم جايين كمان عايزين اكسايتد ان هم يشوفوا السبيريت بتاعتنا. فبن كده مع بعض وبنبوند اكتر، اللي هو يلا يلا نعمل كذا، يلا نقوم نشجع، يلا نقوم فتلاقي دي بتعمل كذا فالجر دي معاها، وتلاقينا في الملعب حتى يعني يمكن احنا كنا كمان كان باين علينا في الملعب في الثالث والرابع. صحيح. كان انتهالي ان كايلا وسورايا بيحطوا باسكت وانا وحلو قرب نعمل لهم كده. صحيح. وانا واقف في الملعب بنعمل لهم ايوه كده. صحيح. فيعني هو بجد
يعتبر ان هما كمان دخل فيهم السبيريت، هو بجد هي حاجه يعني في النادي. وعايز اجانا برضه اقول حاجه، انتوا حتى لما طلعتوا اللعيبه الاساسيين بره وقفنا نشجع كل واللعيبه اللي شاركت لاول مره كانت بتشارك، كلكم اساسيين الحمد لله، ما فيش حد اساسي وحد احتياطي، ولكن اللعيبه اللي شاركت كانت لاول مره كلكم كنتوا واقفين وراهم بنشجع بعض. كان معانا كمان ناس صغيرين كان معانا ناس صغيرين لسه نازلين، كنا بنحاول نحمسهم ونشجعهم ما تخافوش، ويعني هي كده خلي في ثقه. ما حصلش دروب طبعا، لان احنا بجد يعتبر فرقتنا فيها كل العناصر. يعني يمكن دايما الناس بتقول ان احنا البنش بتاعنا مليان لعيبه كبيره جدا، يعني احنا يعتبر فرقه متكامله. يعني يمكن لو بصيت على سبورتنج او جزيره، او مش قصدي حاجه، بس يعتبر هما بيلعبوا بالخمسه الاساسيين مع الاثنين كمان خلاص. صحيح احنا عندنا 20 ال 15 موجودين بكل حاجه. يعني احنا يمكن عندنا اصابات، بس احنا لحد دلوقتي قادرين نعوض، واما يجوا هيزودونا ويكملونا. يعني صحيح كومبليت ايتش اذرز بكل شكل، وهندي بشكل يمكن احسن بكتير ان شاء الله. يعني صحيح. وخليني برضو اجينا اتكلم في حته يعني مهمه برضو، يعني العلاقه اللي ما بين اللاعبات والجهاز الفني. انا شايف ان انتوا في علاقه جميله طبعاً. يعني الجهاز الفني باللاعبين عاملين روح وحاله حلوه جدا. يعني شايف الكره دي البنش كله نط مع اللعيبه، كانت هيسي بوينت بتاعت سوريا. فالحقيقه الحاله ما بين الجهاز الفني واللاعبات، هل انتوا حريصين على ده وشايفين ده ولا لا؟ لا طبعا. طب عايزه اقول لك ان احنا بجد احنا قريبين جدا من بعض، جهاز بلعيبه بكل يمكن. انا وكابتن علي، يعني انت مش فاهم كابتن علي قريب مني ازاي. صحيح. يعني احنا يمكن خناقاتنا عشان احنا قريبين فبنتخانق كمان. صحيح. لكن بجد هو بجد احنا وكريم وكابتن احمد كلكم يعني كلنا بجد تحسنا بجد يعني. صحيح. هي فاميلي يعني اسره، بنكمل بعض. ما فيش مثلا هم مش بعاد عننا، لا بالعكس، لو حد متضايق مننا بيشجعونا، بيسبورت لو حد مش موجود، لو حد عمل حاجه يعني برافو. الحقيقه دي هي الروح هي اساس المكسب يا جماعه. خلينا نروح يعني الكيله على الروح السبيريت بتاعت الفرقه. ازاي اللعيبه استقبلوكي؟ ازاي الجهاز الفني استقبلك؟ هل حسيت ان انتوا اسره واحده، ولا حسيت ان لسه محتاجه وقت عشان تتعودي على اللعيبه؟ لا، أنا حين يعني بدأت مع الفريق كان الفريق شديد الترحاب، وبداية من كل فرد قابلته. طبعا كان ماتشنا الأول كان علي أن أتعود عليهم ويتعودوا علي، وماذا علي أن أفعل وكيفية التعامل بيننا، وخاصة أن الفريق مع بعض منذ عمر، أما أنا فكنت إضافة جديدة لهم، وبالتالي كان يعني المطلوب مننا كلنا هو أن نضيف لفريقنا، وأن يكون ذلك أيضا بروح بسعادة من خلال التمرينات ومن خلال اللعب. وعلينا أن نميز جيدا بين متى علينا أن نكون جادين، ومتى يمكننا أن نكون على راحتنا مع بعض. ويعني حتى إن كان هناك بيننا الخجل حتى الآن، ولكن هي مراحل نتخطاها سويا. طب كايلا، يمكن انت اول ما جيتي النادي الاهلي في ناس كتير بتشبه النادي الاهلي بالفرق الاوروبيه، انت شايفه كده ان النادي الاهلي يعني كبير بشكل انه يقدر يعني يبقى زي ما الناس بتقول ان هو مقارن بالانديه الاوروبيه ولا لا؟ نعم اكيد. سبق وقلت ان هنا هذا هو عامي الاول مع الفريق، ولعبت يعني ماتشات قليله، ولكن لعب الباسكتبول في كل حته في العالم مختلف، وبالتالي لا يمكنك ان تقارن بين هذا وهذه الدول. طبعا لما لعبت في ساوث كوريا كان الماتش اسرع كتير، لكن هنا احنا بينا روح اكبر، وان كانت ماتشاتي لسه عددها معدود، ولكن اللي اقدر اقوله لك ان اللاعبين كلهم لاعبين كويسين، المجتمع ككل، الدوري في مصر حتى الان بالنسبه لي ممتاز، والتنقلات يعني انا ما تنساش ان انا لازلت يعني خطواتي معدوده، وبالتالي علي ان اعرف اكثر كيف اقدم نفسي للفريق وكيف اضيف لاخواتي في الملعب. طب خليني اسالك عن الجو او الاتموسفير في النادي الاهلي، من ناحيه ان النادي الاهلي فيه حوالي 13 لعبه ثانيه غير الباسكت بول، هل شايفه ده يعني كنادي الاهلي نادي كبير فيه العاب كبيره والعاب كتير، هل ده شفتيه في حته ثانيه؟ يعني الانديه اللي انت رحت لعبت فيها كان بيبقى باسكت بول مثلا بس او فوت بول بس، انما النادي الاهلي فيه 13 لعبه، شفت ده في اي مكان في العالم ولا لا؟
You know okay. what ice cream? Yes, we're talking about the Ahli Club is 13 games. 13 games and very big club. Yes. Handball, do you see that like in another place, in another clubs you played with this play, a lot of games? Did you see that in everywhere? A lot of sports. No, like, actually this is the first team. هذا هو أول فريق ألعب له ولديه كل هذه الأنواع من الرياضات في الفريق الواحد وهو بالتالي أمر جيد جدا. وحين أتيت إلى هنا الناس كانوا بيقولوا والأهلي وبالتالي كان الأمر يعني لمسني يعني الناس بالأهلي بيجري في دمهم. وحين يتحدثون عن كرة القدم طبعا هي ذات الشعبية الأكبر، أما في أمريكا على سبيل المثال هي أقل، ولكن هنا الرياضة الأولى هي وإن كانت كرة القدم، إنما لمجرد أني بقول أن أنا من الأهلي بحس بقد إيه لازم تستقبلني بحفاوة، وده طبعا بيحسسني بشرف وبسعادة كبيرة. كيلا أنت سمعتي عن final Africa soccer team ولا did you hear that there is a they play soccer final نعم حاليا حيكون في الماتش بين الاهلي والزمالك قريبا. Would you watch the match هتشوف الماتش اكيله ولا لا did you gonna see it I want to go but they said they can't have fans so I probably اذهب واشاهده ولكن ربما ساشاهده من التلفزيون يعني go علي اكيد انت عارفه ان كره القدم هي اشهر لعبه في مصر طبعا مش زي امريكا باسكت بول في امريكا the most important thing here in Egypt so it's not like America like soccer is important no here. So like in America it's في امريكا basketball يعني الاكبر هي الباسكت بول ولكن هنا في مصر الفوتبول نعم ولكن في كل الاحوال انا سعدت بانضمامي الى النادي الاهلي جانا يمكن يعني الكلام يعني مع كيلا واضح انها دخلت مع الجمهور وشافت حتى بتقول يعني دمي كله احمر والكلام ده انت اكيد ورا الموضوع ده يعني انت ليكي معاكي مع جمهور الاهلي في يعني ديالوج حلو جدا فيعني الموضوع ده حصل ازاي عرفتيها ازاي على الدنيا هو جمهور الاهلي مش محتاج حد يعرف حد يعني هو في كل حته يعني هي زي ما هي بتقول هي يا دوبك بجد ما كملتش حاجه وشافتهم وهم شافوها وهو جمهور الاهلي جميل وبيقدر يوري الناس صحيح. قد ايه ويرحب هو بيحب كويس ويرحب وقد ايه ان هو بيحبهم ان هو واقف في ظهرهم هو عارف كل اللعيبه بتاعته في اي فرقه في اي حاجه مهتم بكل حاجه فهو لوحده يعني هو كيان فالكيان ده يعني هو بيستوعب اي حد طبعا صحيح طبعا صحيح. صحيح. وبيقدر يوري نفسه لاي حد بيقدر يوري يعني قيمه النادي وقيمه الجمهور بتاعه في اي حته طب خلينا نطلع لفاصل ونكمل كلامنا عندنا كلام كتير لسه معاكم اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل ونرجع نكمل حوارنا مع نجمات كره السله فابقوا معانا اهلا بحضراتكم من جديد يمكن اكمل حواري مع جنة يمكن انتوا اكيد شفتوا الفرق دلوقتي واكيد تابعت الفرق الثانيه شايفه مين السنه دي برضو هيبقى منافس لينا يمكن سيفا كان سبورتنج وكان هيليوبلس شايفه السنه دي نفس الفرق ولا ممكن فرق ثانيه خاصه شفنا مصر التامين فرقه كويسه رايك ايه دلوقتي يمكن في كذا فرقه جايبين محترفين كويسين قوي يعني كده كده هليوبلس معهم لوكس وهم كويسين فهم كويسين سبورتنج جابوا مونيك اللي كانت مع هليوبلس هي محترف كويس قوي برده فهم كويسين مصر التامين زمالك جايبين محترفين كويسين وهم صحيح. فرقه مش وحشه بجد هم فرقه كويسه برده فهيبقوا برده معانا يعني هيبقى الماتشات كلها تبقى سخيفه هو بجد هو على طول الماتشات كلها سخيفه بس اللي عنده دايما يعني ادفانتج اللي عنده دايما فرايتيز اكتر في اللعيبه واللعيبه بتاعته هتبقى ان واف والكون يعني بجد هم فرق كتيره وجزيره معاهم محترفه كويسه يعني انت شايفه ست فرق تقريبا السنه دي المنافسه هتبقى منهم طبعا ومبقاش يعني حد مش يعني دلوقتي يمكن في الباسكت مش صعب ان اي فرقه تخطف ماتش من البطل يعني يمكن حتى كلام في الولاد وفي البنات يعني الباسكت كل الفرق قريبه وديز اوف وان على حسب ده فهي بتبقى كده اي فرقه ممكن تخطف وكمان هي محترفين كمان وبجد كذا فرقه جايبه محترف كويس قوي صحيح صحيح طيب كيلا يمكن اجي لك مين احسن لاعب مصري شفتيه موجود في مصر في الفتره اللي انت قعدتيها مين انا مش يعني لا اغب في اجابه هذا السؤال ولكن تعلم ماذا You know. مش لازم في الفرقه يعني مش لازم في فرقه النادي الاهلي بره النادي الاهلي عشان ما يبقاش السؤال محرج no well
نعم، نحن هنا لدينا لاعبون مميزون في فريقنا وأحبهم كثيرا، ولم أكن أرى يعني لم أكن قد رأيتهم من قبل. يعني أنا لا يعني هناك العديد من اللاعبين الذين رأيتهم يلعبون بتميز، ولكن لا أعلم أسماءهم بعد لأنهم ليسوا من فريقنا، ولكن في مصر هناك العديد من اللاعبين المميزين. يمكن كلمينا عن طموحاتك مع النادي الأهلي. أنت يمكن لما جيت النادي الأهلي كان طبعا الوضع مجهول شوية، ولكن لما جيتي أكيد شفت الوضع وقال لك طموحات مع النادي الأهلي، إيه طموحاتك؟ نعم، حين وصلت لم أكن أعلم عن الإصابات واللعبات المصابات، وكنت بالتالي كنا بنلعب 4-5، ولكن كوتش علي قال لي في حاجات بتحصل وفي عدد نجوم حاليا بره الفريق، وفي حوالي 4-5 نجوم مصابين و هنلعب 4-5، ولكن قلت له أنا كنت في أمريكا متعود أني بلعب 2-3، وبالتالي هي ما كانتش مشكلة بالنسبة لي، أنا مستعدة لكل شيء ما دام في صالح الفريق. إن لعبنا 4-5، إن لعبنا بأي طريقة أخرى، مفروض علي أن نكون منتشرة في كل الملعب، وبالتالي لأن أهدافي الأساسية هو أن نكسب كفريق، و أن أحدث من نفسي وأن أكون بستكمل مع فريقي الروح حتى نصل بالتالي إلى الأهداف المطلوبة مننا. وأن نعم، أنا عايز بس أحل على حاجة قالتها كيلا. يمكن كيلا لما جت بتقول إن هي كان في إصابات والكوتش قعد معاها واتكلم معاها، أنا بس عايز أوريكم الفكر بتاع اللاعب المحترف. هي جاية على مركز معين، ولكن الإصابات يعني اجبرت كابتن علي هاشم انه يبتدي يعمل مانوفر بيها او يناور بيها في مكانات تانية، في اماكن تانية في الملعب، وهي ما عرضتش تماما، بالعكس هي قالت انا ساعد فرقتي وهبتدي يعني اشوف ايه اللي محتاجاه فرقتي واعمله. ده بيدل على عقليه اللعيب المحترف. احنا لازم نتعلم من الكلام ده، ولازم نشوف ان الاحتراف مش بس ان انت تبقى ملتزم في الملعب، ولكن لا، ممكن يناور بيك المدرب في اي مكان وتسد برضه. كيلا، يعني انت زرتي اماكن في مصر ولا لسه؟ لا، ليس بعد. يعني اهتمامي الاول كان الكره، ولكن اود ان اذهب لزياره الاهرام. هناك الكثير من الاماكن التي حدثني عنها الناس. انا حتى الان لا اخرج كثيرا، انا حاليا مركزه في كورتي فقط. يعني دي بالنسبه لي ماموريه ومهمه. لكن يعني أنا أول ما جيت قعدت في نوبل هوتيل، وتمشيت في الأول على النيل، وعجبني المراكب والناس اللي بتغني وهي على السط. دي كانت أول لقطة بالنسبة لي على مصر. أنا ما بقاليش كتير، ولكن يعني إن شاء الله وقت ما يبقى في وقت أكتر متاح هبتدي أستكشف القاهرة. المناطق الأثرية الفرعونية، ما بتخططيش لزيارة المناطق الساحلية زي الغردقة وشرم الشيخ؟ كلموك عن ده ولا لا؟ نعم، انا اود انا احب مصر، واود ان ازور كل شيء في مصر، اود ان اتعلم كيف اكون مصرية، وان ازور التاريخ واتعلمه واستنشقه، وكذلك هواء البحر، واود ان ارى كل هذا وانا اعيش. بتحب البيت اكتر شكلك اكيلة. بس ما تقلقيش، هنخليك هتزوري بالامر الاماكن دي ان شاء الله. يمكن اجيلك يعني جنة. يمكن اي لعيب محترف بيجي بيبقى انتوا عليكوا دور كمصريين. اللعيبه الموجوده مش بس ان هي تبقى في الملعب تأدي دورها، لا، لازم يحصل عشان ناخد من اللاعب احسن اداء ممكن. اكيد. بتعملوا ازاي ده في تعاقب المحترفين الكتير في النادي الاهلي؟ يمكن بجد ولحد دلوقتي كل المحترفين اللي جت، يعني يمكن ماريا، كيو، لوكاس، كيلسي، كايلا، كلهم بجد هم جمال، يعني ما حدش فيهم كان غريب. اللي هو دخل بسرعة جول. يعني كلهم بييجوا فريندلي، يعني هم بجد فريندلي، ويلا يعني هم ديفرنت بيرسوناليتيز، بس هم فريندلي قوي، ويعني يلا نخرج وعرفوني وعايزه اعمل كذا، ما فيش مشاكل، وبيلاقونا يعني بنسبورت برده. وبعدين هم لازم برده، يعني هم في حته غريبه، فاحنا لازم ان احنا نبقى معاهم، يعني ما نحسسهمش بوحده. صح. ف
فيمكن ده برضو في فرقتنا قوي. يعني احنا دايما كلنا بنفكر لو يا جماعه عشان ما تحس انها وحيده، طب الاجازه نشوف هتعمل ايه، يمكن هي دلوقتي مثلا هي وكذا اصحاب، طب نشوف لها تخرجوا كده يعني. صحيح. خليني كمان اسال كيلا، كيلا انت نفسك تلعبي بطوله افريقيا ولا لا؟ يمكن الاهلي خد مركز ثالث قبل كده، بتهيألي معاكي ممكن يؤدي اداء احسن. نعم هذا هو ما نعمل لأجله. أنا ألعب الآن وأنا أنظر تحت أقدامي، علي أن أقدم أفضل ما لدي الآن، علي أن أعيش اليوم بيوم، علي أن أطور من نفسي كل يوم، وبالتالي أنا أتمنى أن أقدر يعني أن أقدر أن أكون أحد العوامل التي تساعد فرق فريقي. Am I right? طيب خليني أسألك كمان أنه يعني في المستويات في أفريقيا أنت هتلاقي مستويات أقوى بكتير، فيعني أكيد أنت يعني مستعدة لده، وأكيد ممكن يبقى فيه محترف تاني معاك في بطولة أفريقيا، شايفة ده ممكن يساعد الفرقة؟ نعم. بالنسبة لي أنا مستعدة لأي ما هو مطلوب. أود أن أبحث، أحب أن أبحث، أحب أن أتعلم، أحب أن أعرف من هو منافسي ومن هم اللاعبين الذين معي في الفريق، لأن أن نلعب لأفريقيا أو في بطولة أفريقيا علينا أن أتعلم من هم اللاعبين المحترفين، من هم اللاعبين الأجانب، أن أستعد للمواجهة حتى أكون عندما أكون في الملعب أقدم 100% مما درسته ومما حضرته ومما هو قدراتي. كيلا بشكرك شكرا جزيلا، نورتينا وشرفتينا في قناة النادي الأهلي، وكان لقاء جميل، ونتمنى لك كل التوفيق. جنة يمكن نجمتنا المفضلة، بشكرك شكرا جزيلا، نورتينا وشرفتينا، وألف مليون مبروك. ميرسي، الله يبارك في حضرتك. أعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا مع نجمات طبعا كرة السلة سيدات اللي حصلوا على بطولة القاهرة في الأسبوع اللي فات، مستنتظرين منهم المزيد، انتظرونا إن شاء الله الأربع القادم وقصة جديدة والأبطال يوم الأربع وقصة جديدة مع الأبطال. شكرا جزيلا.